طيب، في بعض الناس بتعتقد ان الرجيم حرمان من الاكل، ده صحيح ولا لا؟ ده غلط خالص، يعني ده مش صح. يعني مش صح ان انا افتكر ان دايما ان انا عشان هعمل دايت ان انا هتحرم، بس في نفس الوقت انا ممكن اكل كل حاجة بكميات محددة. بس بيبقوا متخيلين بعض الناس ان انا مثلا انا هحط لك مثلا سي مكرونة بالبشاميل في الدايت، بحط لها على حسب هي نفسها فيها، بس احط لها بمقدار معين مناسب بكمية معينة. لسعراتها الحراريه. مش معقوله هتاكل كميه كبيره عشان اقول لك الدايت واضحك عليك واقول لك الدايت مفيش فيه حرمان. هو مفيش فيه حرمان في الكميات، في حرمان في الكميات، لان كل حد بيبقى ليه بيزا ميتابوليك ريت، يعني سعرات حراريه جسمه محتاجها، لازم انا التزم بيها، ولازم اقل كمان، يعني حد قليل مش كتير، عشان احافظ على صحه الكلاينت بتاعي. يعني ايوه. طيب، بعض الناس بيستخدموا الدايت مكان بعض. يعني ايه مكان بعض؟ يعني مثلا واحده راحت خدت نظام غذائي ايوه تدي لصاحبتها. فلصاحبتها تطبقه، يعني طب ده بيبقى ليه ضرر على الجسم؟ لو هو اصلا الدايت عامه هو ايه، يعني هو الدايت اللي ماشيه عليه البنت مثلا هو دايت مظبوط مناسب ليها ولا لا؟ بس طبعا هو في الاول وفي الاخر غلط، لان الدايت لازم يكون الى حد ما متفصل على الحاله اللي قدامك، او هو مناسب ليها. ممكن تبقى حاله عندها حاله مرضيه، عندها غده، عندها مشكله، والتانيه ما عندهاش حاجه، طب انا اديها ليه نفس الدايت؟ ممكن ايوه. يعمل لها مشاكل.